السلام عليكم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة أنا عايزة أوريكم الأفكار اللي عندنا. طبعا العروسة دي كانت عندي ونزار خلعت رجليها ورمتها في الشارع من البلكون، فطبعا أنا فكرت أحط إزازة المعطر دي. هي إزازة المعطر دي ريحتها حلوة جدا، فعاملة ريحة عطر من غير ما هي تتغطى، يعني هي العروسة محطوطة فيها بس في نفس الوقت عاملة ريحة عطر. وطبعا ايسل خلت العروسه دي معوقه بلا رجلين، بس بصوا شكلها جميل قوي وبتفتح وتغمض، جميله جدا. ومش عارفه مش هين عليا ارميها، فقلت خلاص. وليها بصوا ليها تاج وجميله جميله، يعني بصراحه ما ينفعش ان انا اتنازل عنها وارميها بالسهوله دي. فقلت خلاص انا اظبطها واحطها، يعني احط لها رجل على شكل كوباية كده اهو، واثبتها فيها بس بالشمع طبعا، لانها مش هتنفع خالص انها تتعمل كده بشكل عادي او عشوائي او تقف من غير رجليها، فاهميني؟ فانا هحاول ان انا زي ما انتوا شايفين كده اثبتها واضغط على الحرف دوت، عشان طبعا اللي خلاهم بوظوها من رجليها اكيد هيبوظوا الكوباية اللي فيها، ماشي. فاحنا عايزين نعمل ابتكار بقى من من العرايس اللي مش نافعة خالص، يعني تمام كده. بصوا شكلها جميل قوي، انا مستخسراها بصراحة، بس كمان عايزة اثبتها كمان اكتر واحطها في الغطا بتاع الكوباية اللي هي بتاعت المشروب اللي احنا كنا جايبينها دي. بصراحة لما شفت الكوباية قلت لا خلاص انا هقدر اعمل منها اي فكرة اهو. بصوا وهتغطيها بالفستان بتاعها، والعروسة هتقدر تقف تاني بعد ما كانت، طبعا العروسة كانت معوقة. انا عايزة بس اوريكم الشكل، العروسة معوقة خالص اهو اهو، شايفين اهي. دلوقتي العروسة قدرت تقف على رجليها بعد ما كانت معوقة خالص ومش نافعة تاني. طبعا هحاول ان انا اثبت الفستان بتاعها عشان ما يخلعوهاش تاني. هحاول اثبت الفستان بتاعها في في الكوباية عشان كمان ما تبانش ان هي واقفة في كوباية، تمام كده اهو. بصوا اهو احاول ان انا اثبتها كده اهي، انا بحب اجيب لهم العرايس وبحب اجيب لهم الحاجات دي بس هما بيبوظوها، وجدهم بقى طبعا بيقعد يقول لي انتي بتروحي تشتري الحاجات الهبله الهايفه اللي ملهاش لازمه، فده اللي بينكد عليا بصراحه، موضوع ان بشتري حاجات هايفه وهبله، بس هي بتبقى حاجات جميلة بتسعد الأولاد. والغريبة برضو يعني أنا مش بحرم، يعني مش هو بيقعد يقول كده وأنا ببطل، لا أنا بحب أشتري أكتر، معرفش إزاي. اهو بصوا طبعا زي ما انتوا شايفين اهي شكلها اهي، لسه بقى ليها ليها تاج، هنحاول ان احنا نظبطها ونعيد ليها شبابها تاني اهو. بصوا اهو هحاول بقى ان انا اظبط التاج ده كده ويلف مع العروسة كده اهو. شايفين العروسة ام تاج دي؟ شايفين شكلها اتغير خالص، مش هي دي العروسة اللي كانت. عايزة بقى اعمل لها اكسسوار كده، هنعمل لها اكسسوار من بقى؟ بصوا يعني ممكن اعمل لها مثلا هنا دي، اخد حرف من ده اهو، بصوا اهو
احاول ان انا اعمل لها ايه، كعقد مثلا واسورة مثلا اهو، برضو يعني هنعمل ايه على قد ما نقدر حاجة تكون كويسة اهو وتغير من شكلها ما بيحب يلزق في ايدي اكتر. بصوا اهو، ممكن لو عملتها كده بدينا هي، انا شايفة كده. بصوا هي كده خلاص كده بقت حلوة. بصوا نامت اهي، فتحت عينيها. عايزين بقى نشوف المشكلة التانية دي، مش عارفة اعمل الفستان بلون ايه. اهي قدامكم اهي اهي. طيب هنعمل ايه هنا بقى؟ في دي هحاول ان انا اثبت، بصوا هثبتها عشان ما تتحركش بره الازازة اهو، وفي نفس الوقت العطر برضو يطلع من الايه، من الازازه. مش قادره اقول لكم على الريحه بتاعه العطر ده جميله قد ايه اهو. طبعا انا هحاول ارفع لها ايديها عشان نبدا ايه نثبت. طبعا انا معايا قماشه، هحاول ان انا ايه اثبت القماشه دي على العروسه كده اهو، كأنه فستان متفصل عليها. بصوا اهو تقريبا حتى هو لزق كده في الازازة. بصوا كتغيير اهي تمام كده. بصوا شايفين، شايفين الشكل. انا هحاول ان انا ايه اثبته هنا تمام كده اهو. بصوا طبعا انا بثبته، هشيل من هنا الايه الزيادة اللي احنا مش محتاجينها تمام كده. بصوا قدامكم اهو بنعمل الايه الشكل اللي احنا عايزين ندريه اهو. وهبدأ من هنا بقى كأنه موديل تاني اهو. هثبت دي برضو هنا وفي حتت برضو كده فايضة، هحاول ان انا احطها عليها. طبعا احنا بنغطي الفكرة ان ايه دي ازازة ماشي. هي فكرتنا ما خلصتش على كده، انا ممكن اعملها بقى من هنا، اعمل لها فكرة تانية. بصوا كأنها لابسة طقم لونين اهو. بصوا ممكن الف دي على الازازة واخليها تبقى كأنها جزئين، بس هاخد طول الايه العروسة كده اهو وكأنها لابسة فستانين. وممكن اخليني ثابتة على كده واقص الزيادة هنا اهو، وفي قطعة تانية اهي ممكن الفها على الحتة
اللي باقيه معانا، ونبقى ظبطنا كل ما هو قديم عندنا بشويه افكار بسيطه. هتقدري تصنعي لولادك وبيتك حاجات انت ما كنتيش تتخيلي ان انت تعمليها. بصوا طبعا عشان انزل ادور على رجلين العروسه ده مستحيل. عملنا رجلين عروسه من الازايز القديمه اللي عندنا. تمام كده، بصوا العروسه بقت في منتهى الجمال. ممكن اعمل ايه بقى؟ ممكن اعمل لها هنا ده، شايفين كانه حزام لوسطها اهو، شايفين الفكره؟ عايزه امسك بس الشمع هو اللي بيمسك في ايدي اهو اهو، شايفين كانها لابسه، شايفين من قرب كانها لابسه حزام. طيب هنعمل ايه تاني؟ هاخد لها فكره ايه زي الاشارب كده عشان نخليها محجبه. عايزه اظبط القماشه معايا اهو، ممكن اخد دي وممكن اخد دي لانها طلعت برضو بسامبوكسه اهي. لا مش هتنفع بتحجيبها لانها الفستان من ورا شبه ايه عريان، فاحنا هنحاول ان احنا نعمل لها ايه اكسسوار برضو اهو، بنقصه شايفين الفكرة. ممكن نعمل لها اكسسوار عشان نغطي شعرها ده، ممكن نعمله على شكل ايه كحكة كده عشان الولاد بيبوظوه اصلا اهو. هناخد هما ستة، هناخد تلاتة تلاتة لشعرها اهو، تلاتة عشان شعرها طبعا. بصوا العرايس هم، بس انا بحاول اشبط فيهم الايه الاسترس ده عشان ما يقدروش ايه يبوظوهم تاني، فبحاول ان انا اظبط. بصوا زي ما انتوا شايفين بثبت الشمع على الشكل اللي انا عايزاه. طبعا هاخد الايه الشكل اهو وابدأ احطه مثلا على هنا على الصدر كده كأنه ديكور كده او كأنها لابسه. بصوا واغطي، طبعا انا حاولت ان انا اغطي. بصوا شايفين عملت لها زي نظام جاكيت كده مع الايه مع الفستان اهو. بصوا عن قرب، وعندي مثلا هنا ده ممكن اعمل ايه كأنه تصميم في الفستان كده اللي هو شكل الايه الازازه بتاعتنا اهو. حاول ان انا ايه اثبت الاحرف بالشمع عشان لما الزقها ما تطلعش مني تاني خالص لاي سبب اهو. الاحراف كلها لفيت عليها بالشمع شايفين اهو، وهبدأ بقى ايه اثبت اهو. بصوا هيبقى شكل الفستان عامل ازاي، وطبعا متثبت من كل الجهات اهو. بصوا شايفين التثبيت، طبعا العرايس كده اتغيروا ب180 درجة شايفينهم. بصوا هما كده، وشوفوهم برضو هما واقفين. بصوا الشكل اختلف خالص كأنهم واقفين بيكلموا بعض اهو، شايفين طبعا الشكل اختلف خالص. مش دي العرايس اللي كانت مرمية، انا لقيتهم في البلكونة متقطعين، يعني هما مش كانوش نافعين نهائي شايفين الفكرة اهو. وكل الحكايه كوبايات وازازه معطر، عملنا افكار للعرايس القديمه وجددناها
اهو انت كده تقدري تدفعي فيها اي رقم يتقال عليه، لانها كده ما بقتش فيها اي اعاقات. هما بصراحة الاتنين كانوا من غير رجول، فكانوا معاقين معاقين. اتمنى فكرتي تعجبكم وتنفذوها مع عرايسكم وعرايس ولادكم. اشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.